وقفوا إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد جولة تصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الأسبوع الماضي لم يبدد المخاوف من اشتعال الأمور من جديد، والأنظار تتجه صوب يوم الخميس، اليوم الذي ستنظم فيه مسيرة الرقص بالأعلام الإسرائيلية. حركة حماس لمحت من جديد اليوم إلى احتمالية التدخل في حال بقيت المسيرة على مسارها المعتاد والمستفز حسب وصفها. إلى ذلك فازت الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح في نابلس للمرة الأولى منذ 16 عاما. ماذا يعكس هذا من حيث توجهات الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية؟ نناقش هذا وأكثر بعد تقرير. مسيرة 2021 تحولت إلى حرب، ومسيرة العام الماضي كانت جزءا من صفقة سمحت بموجبها إسرائيل إدخال 17,000 عامل من غزة للعمل في إسرائيل. هذا ما يفسر التقاط إسرائيل أنفاسها مع اقتراب يوم القدس، ومسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تمر في أحياء البلدة القديمة والحي الإسلامي ومحيط المسجد الأقصى، تأكيدا من حكومة إسرائيل على ما تعتبرها السيارة الإسرائيلية على كافة أنحاء المدينة المقدسة. مسيرة أكد نتنياهو أنها ستسير في مسارها التقليدي، وحذرت كتائب القسام من أن سيف القدس الذي أشهر عام 2021 لمنعها لن يغمد. تأكيد حماس التي أخلت مواقعها العسكرية في قطاع غزة يفسر رفع المنظومة الأمنية الإسرائيلية لحالة التأهب إلى القصوى والاستنفار قبيل المسيرة خوفا من أعمال العنف ومن تعرض المسيرة لصواريخ فصائل القطاع. القلق الأمني يعود لإعلان عدد من وزراء اليمين المتطرف مشاركتهم في المسيرة، أمر قد يعتبره الفلسطينيون استفزازا لمشاعرهم. وأمام الترقب من جولة جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة على خلفية المسيرة، أعرب سفير واشنطن لدى إسرائيل عن تفهمه لما قامت به إسرائيل من أجل حماية نفسها أمام قصف الجهاد الإسلامي. أنه يوجد أحد يقبل أن يتم إطلاق مئات القذائف الصاروخية على دولته، لذلك نحن نقف إلى جانب إسرائيل في رغبتها في حماية نفسها. واستباقا لجولة جديدة من التصعيد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن ترسل مصر وفدا أمنيا إلى قطاع غزة، زيارة هدفها الحفاظ على استمرار الهدوء الذي يخشى كثيرون أن يكون هدوء ما قبل العاصفة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي سهيل ناصر المختص بشأن الفلسطيني، ومن رام الله ينضم إلينا سيد زيد اليوبي المحلل السياسي الفلسطيني، وهنا في استوديو ينضم إلينا سيد أوليفييه رافافيتش ضابط احتياط في الاستخبارات الإسرائيلية. أبدأ معك سيد أوليفييه، وأود أن أبدأ من التطورات الأخيرة. الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس فازت للمرة الأولى منذ سنوات في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح في نابلس، إلى ما تعزو ذلك برأيك، خاصة وأننا في ظل هذه التعبئة السياسية الأمنية بعد جولة التصعيد التي حصلت بين إسرائيل وفصائل في غزة؟ بداية لست هنا لأعطي علامات لحماس أو من يتم انتخابه في انتخابات جامعة النجاح في نابلس، وهي الجامعة الأكبر في الضفة الغربية، ولكن لا شك أن هناك صراع على النفوذ بين الحركات الإسلامية حماس على رأسها وبين حركة فتح التي اعتادت أن تكون القوى الأساسية. هذه النتيجة يمكن أنها ناتجة من الأجواء بعد الجولة في غزة، إذ قامت إسرائيل باغتيال عدد من مخربي الجهاد الإسلامي، ولكنني أريد أن أقول أن يوجد حماس، ويوجد حماس، وتوجد حماس أخرى، حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل. نعم، طب سوف أعود إليك سيد أوليفييه، فقط أتوجه لسيد زيد قليلا، لحظات وسوف أعود لك. سيد زيد، يبدو بأن حركة فتح لم تتقبل الأمر جيدا هناك، إذ شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمسلحين التابعين لحركة فتح وربما أيضا للأجهزة الأمنية يطلقون النار، هذا بالتوازي مع كل الأنباء وإشاعات التي كنا نسمعها سابقا أن السلطة تفقد السيطرة على شمال الضفة الغربية. ما ردك؟ مساء الخير أخي بشار، ومساء الخير لكل المشاهدين. لا، هو بالحقيقة ما في
يعني فكرة عدم تقبل من حركة فتح. حركة فتح هي حركة ديمقراطية وتحترم الصندوق دائما، وليت غيرنا يحترم الصندوق مثل ما نحترم نحن في حركة فتح. ولكن يجب أيضا أن لا نهول من فكرة فوز حركة أو الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح وننفخ به كثيرا وكأنه آخر الدنيا. أولا الفارق. في هذه الحالة من الذي حمل سلاحه؟ من الذي أطلق النار في محيط الجامعة ولا أبوابها؟ هلأ بصير أخي الكريم بصير احتفالات كذا، أنت بتعرف كيف الناس بتحتفل عنا، يعني ما حدا بيقدر يثبت أنه إذا في إطلاق نار هو من فتح أو من حماس، احتفالات وجماهير وإلى آخره ممكن يصير هذا الكلام، لكن هذا لا يعني أنه في سياق رفض حركة فتح لنتيجة الانتخابات. أنا لحد هذه اللحظة وأنا مراقب ما في أي عمل ميداني له علاقة برفض نتيجة الانتخابات، بل بالعكس هناك تقبل وهناك احترام للصندوق، خصوصا وأنه الفارق بين الكتلة الإسلامية والشبيبة التابعة لحركة فتح هو فارق ضئيل جدا. نعم. تتحدث نعم. عن لكي لا نحصل هذا في شأن محلي بحت، ماذا هذا يعكس برأيك حول توجهات الشعب الفلسطيني للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تفوز الكتلة الإسلامية هناك؟ وتتعلم لطالما أيضا لكي يفهم المشاهد انتخابات مجالس الطلبة في الضفة الغربية تعكس التوجه العام للشعب الفلسطيني أيضا. يعني أولا هي الكتلة الإسلامية مش لأول مرة تفوز في جامعة النجاح، لا هي فازت عدة مرات ودائما الفوز يكون بفارق بسيط، ولكن علينا أنه لا نغفل أنه حركة الشبيبة التابعة لحركة فتح فازت في جامعة الخليل، وهي صحيح. أيضا تجمع طلابي ضخم جدا حوالي 17,000 طالب، أيضا فازت في جامعة بيت لحم فوز شاسع وكبير وهي فيها حوالي 12,000 طالب، فازت أيضا في جامعة البوليتكنيك وهي تجمع لحوالي 14,000 طالب، ولا زالت انتخابات الجامعات شغالة. يعني عمليا حركة فتح فازت في 3 جامعات من أهم الجامعات الفلسطينية الموجودة، وحماس فازت في جامعة واحدة بفارق ضئيل جدا. صحيح. حتى المشاهد كمان يعني في حل ليوصل لنتيجة نتيجة صح. هذه الطريقة. طيب اسمح لي أن أتوجه للسيد سهيل سريعا. نعم سيد سهيل، كيف استقبلت الفصائل وحركة حماس تحديدا في غزة هذه النتائج، خاصة وأنها رحبت وربطت الموضوع، هذا الموضوع الذي من المفترض أن يكون طلابي داخلي في الجامعة، ربطته بعمل الكفاح المسلح والمقاومة بشكل عام؟ قلت أكيد هناك ترحيب واضح من حتى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حركة حماس وأيضا وعناصرها، بأن هذا هو النظرة الأولى للروح الشبابية في الضفة الغربية، بأن هناك تأييدا واحتضانا واسعا لعمل المقاومة في الضفة الغربية في المقابل حالة التنسيق الأمني، هذا ما تعتبره حركة حماس، وحالة التنسيق الأمني وحالة التراخي وضعف ربما السلطة الفلسطينية ظهر في انتخابات مجالس الطلبة، وبالتالي هذا الأمر قد ينعكس بشكل كبير أيضا. هذا ما حدث بالمناسبة قبل الانتخابات الفلسطينية في 2006، وبالتالي كان هناك أرضية واضحة وخصبة أيضا في الجامعات الفلسطينية، وبالتالي مهدت أيضا لأن يكون هناك قاعدة جماهيرية وطلابية كبيرة، وهذا له دور كبير أيضا في المساندة والتحشيد والآراء والضغط والكثير من الفعاليات التي من الممكن أن تؤثر بشكل واقع في المجتمع. كل طالب يمثل باعتبار أسرة وله تأثير أيضا، وقل طالب يؤثر في مجموعة من الطلاب بأصدقائه وغيرهم، وبالتالي هذا تعتبر أو ما اعتبرته حماس هو انتصارا لنهج المقاومة وانتصارا للطريقة التي تنتهجها الفصائل الفلسطينية التي تمثل نهج المقاومة المسلحة تجاه الجانب الإسرائيلي، على عكس ما كانت تعتبره. وإن كانت بالمناسبة كتائب شهداء لقطة التابعة لحركة فتح هي ضمن غرفة العمليات صحيح التي تنتهي هذا النهج، ولكن هو باعتبار المسار السياسي. لنمضي قدما قليلا، لا نريد أن نبقى مع جزئيات الجامعة. سيد أوليفيا لك أن تعقب على هذا الموضوع، لكن أريد أن تعقب جملة، وأيضا ما تقديراتك اليوم الخميس، هذا اليوم الذي يخشاه الجميع، أي مسيرة الرقص بالإعلام؟
أنا قلت أنه يوجد حماس وحماس، حماس الخارج بقيادة هنية ومشعل يتم دعم من قبل إيران، وأرادوا إطالة أمد المعركة في غزة والضغط على الفصائل أن تدخل إلى المعركة ولم ينجحوا، وحماس في قطاع غزة سعت للحفاظ على الهدوء وعلى الوضع الراهن لكي لا تتورط في معركة الذي حدث الآن في الضفة الغربية مبكر. أنا لا أريد أن أقيم، وهذه أيام عاصفة. استمعنا إلى خطاب عباس في الأمم المتحدة في يوم النكبة، وردا على سؤالك، يوم الخميس هو يوم الإسرائيليون يخرجون وسيسيرون للاحتفال بيوم القدس، يحتفلون أينما شاءوا كيفما شاءوا ومتى ما شاءوا وفق المسار التي حدد. وحماس بلبنان، التهديد جاء من حماس في الخارج تحديدا في لبنان، وهذا يندرج في إطار ديناميكية أولئك الذين يدعمون من قبل إيران ولا يرون مصلحة الفلسطينيين في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية. إسرائيل قالت وقالت ذلك بشكل واضح، الذي حدث في قطاع غزة ضد الجهاد الإسلامي كان عملية دقيقة، عملية قاسية من حيث نتائجها على الجهاد الإسلامي، ودون المس بمدنيين عدا إصابة مدنيين من قذائف الجهاد نفسه. من يهدد إسرائيل اليوم يخاطر بشكل كبير. العملية الأخيرة تعكس على كل أولئك الذين يهددون ليروا ما حدث في غزة الأسبوع الماضي، ليفهموا أن التهديدات لا تنطلع على إسرائيل ولن تمر بدون رد، ولكي لا يفكر أحد القيام بإثارة القلاقل في يوم مسيرة الإعلام. لذلك لا أعتقد أن المسيرة ستسير بهدوء بجملة وصيرة حتى لو صارت بنفس مسارها المعتاد. هل نحن بحاجة لإذن من جهة ما في طهران أو في جنوب لبنان أو في غزة لننظم المسيرة؟ نحن نسير ورأسنا مرفوع بالعلم الإسرائيلي والأناشيد في القدس. سيد زيد، سمعت ما يقوله سيد أوليفي، يقول هذه مدينتنا، هذه عاصمتها، لا نحتاج لإذن من أحد، لا نريد تهديدات من أحد، سوف نفعل ما نريده. برأيك القيادة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، ماذا هي فاعلة؟ أبو مازن كان لهم في الأمس خطاب في الأمم المتحدة بالتزامن مع ذكرى النكبة، وأنت بالتأكيد تابعت انتقادات لاذعة وجهت لها. من ناحية نفس المطلب القديم الجديد، احمونا، ليس لديها أي أوراق أخرى، وفي ظل هذه الأزمة ويوم النكبة ومسيرة الإعلام، مع من يلتقي؟ مع فنان مصري، مع الفنان المصري محمد رمضان، بدلا من أن يلتقي شخصيات سياسية مهمة. هذا العتاب الذي وصل من متابعين ومن شعب الفلسطيني، ماذا في حوزته من أوراق؟ يعني اولا خليني ارد على ضيفك، لانه هذه بين قوسين مدينتنا كما يقول. اذا كانت مدينتكم، لماذا يعني ترسلون جهافل من الجيش والشرطه، الاف المدججين بالسلاح لحمايه الذين سيمشون في غمار هذه المسيرة؟ يعني طالما أنها مدينتكم المفروض تدخلوا بهدوء وتطلعوا بهدوء، ومش بحاجة لهذه التعزيزات الأمنية، إلا إذا أنتم كنتوا شاكين في الموضوع إنها مدينتكم أو مش مدينتكم. بكل الأحوال القدس مدينة فلسطينية عربية وهي محتلة، وهذه المسيرة هي اعتداء حقيقي على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. وهذا الاحتلال لا يمكن له أن يسير مثل هذه مسيرة إلا إذا حشد لها آلاف المدججين بالسلاح، لأنه يعلم أنه يقتحم القدس ويقتحم الشوارع العزيزة على قلوب كل الفلسطينيين وكل العرب وكل المسلمين. وبالتالي هذه المسيرة وجودها وعدمه واحد إذا بدك تحكي أنت في ممارسة السيادة، لأنه الذي ماذا باستطاعة الخط الرسمي الفلسطيني القيام به؟ ماذا باستطاعة الخط الرسمي الفلسطيني القيام به للحفاظ على هذه الشوارع العزيزة على قلبه؟
أولا المسار السياسي الفلسطيني غير مقصر أبدا في التوجه للأمم المتحدة والمنصات الدولية ولتحشيد الرأي العام الفلسطيني من أجل مواجهة هذه المسيرة في داخل مدينة القدس. وأنا لا أعتقد مثلما يقول ضيفك بأنها ستمر مرور الكرام، أنا باعتقادي لأن أنا أعرف شعبنا جيدا لن تمر مرور الكرام، سيواجه بشكل شعبي وبشكل مدني ستواجه، لأنه أهل القدس ليس لديهم سلاح لكن يستطيعوا أن يقولوا لا لهذه المسيرة. وهذه المسيرة لو طلع فيها 20,000 أو 30,000 أو 40,000 هي لن تغير من من عروبة هذه المدينة. جميل. ولن تغير من جميل. طيب اسمح لي أن أذهب للسيد سهيل. نعم سيد سهيل، سمعت ما قال السيد أوليفيه، يقول ليست هناك حماس واحدة، هناك حماستان، لدينا القيادة في غزة ولدينا القيادة في الخارج، وتلك التي تتلقى الأوامر من إيران وتلك التي ترى الأمور بشكل مختلف في غزة. كيف يمكن أن يؤثر هذا إن صح على ما سوف تقرره الحركة يوم الخميس؟ الآن أنا رأيت أنباء متضاربة، من ناحية قالت سيف القدس لن يغمد وقد نتدخل، لكن من ناحية ثانية أسامة حمدان القيادي في حماس قال نحن نعول على أهل القدس، وكان هنا يأخذ خطوة إلى الوراء من أجل التصدي للمسيرة. تفضل. نعم، يعني ما تحدث به ربما مع اختلاف الصياغة ما حدث مع الجهاد الإسلامي، والرهبة كانت من الجانب الإسرائيلي بعدم تدخل حماس، وإن كان هناك تقارير تتحدث الآن بأن حماس كانت مشاركة بشكل واضح في هذه العملية. لا يمكن، في كل حركة فلسطينية هناك مجلس للشورى، وبالتالي هذا المجلس هو من يصوت سواء كان في الداخل والخارج. الأمور لا تنقسم بهذا الشكل، يعني التطفي، وبالتالي ما يتم الآن هو حالة من التشاور التفاوض ما بين أعضاء المجلس الشورى أو المكتب السياسي، وبالتالي هو من يقر الأصوات الأعلى، يعني إذا كان هناك تصويتا أكبر هو من بقرار معين وبالتالي يتخذ هذا القرار، وبالتالي هذا لن يكون هناك تراجع، ولكن هناك تناغم ما بين يعني بالون الاختبار وما بين السياسة وبين العسكر. هناك نفس الآراء ولكنها تختلف بالصيغة السياسية والصيغة العسكرية. ما تحدثت عنه الفصائل ومن خلال ما تحدثت عنه القيادات بأنها لن تنخرط ربما في معارك صغيرة قد تستنزف قدرات المقاومة، وبالتالي يتدخل الأمر لمعركة كبرى. ما حدث في 2021 والتي كانت بسبب مسيرة الأعلام في القدس والمعركة التي كانت ما بين الفصائل وعلى رأسها حماس مع الجانب الإسرائيلي، كان واضحا القرار الموحد سياسيا وعسكريا من حركة حماس. ولكن هذا الاختلاف هو ليس اختلافا بمعنى اختلاف، ولكن هناك تباين، تحديدا هناك تباين في وجهات النظر بطريقة التعامل مع مسيرة الإعلام، وهناك توضيحا يوضع تحته خطوطا حمر بأنه إذا كان هناك حالات أو تصرفات استفزازية في مسيرة الإعلام سيكون هناك تعامل مختلف. ولكن أنا أرى في المرحلة الحالية، خاصة بعد العدوان الأخير وبعد دخول الوسطاء بشكل حقيقي وبعض المعلومات التي تحدثت لأن هناك وفدا مصريا أمنيا في قطاع غزة التباحث بشأن تهدئة الأمور وتثبيت التهدئة ما بين الأطراف الفلسطينية، وبالتالي سيكون هناك ردا محدودا لرمزية هذا اليوم ولإيصال رسالة أيضا إلى الجانب. لحظة سيد سهيل، هل بدأت الوساطات وتدخلات والقنوات سواء مصرية كانت أو ربما قطرية عبر المنحة القطرية من أجل الوقوف على هذا الموضوع وتهدئته مسبقا؟ يعني أنا أعتقد ربما وإن لم يكن معلنا، هناك اتصالات منذ اللحظة الأولى التي كان هناك فيها تصريحات المكتب السياسي لحركة حماس باحتواء الموقف، وبالتالي كان هناك حوارا في هذا الإطار وإن لم يكن معلنا بشكل مباشر. وبالتالي أنا أعتقد الوسطاء يدركون جيدا بأن المرحلة الحالية خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة الذي كان ما بين الجهاد والفصائل والجانب الإسرائيلي لم يستريح الطرفان، حتى الفصائل ربما نعتقد استثمرت أو عفوا الوسطاء استثمروا فرصة اللقاءات والاتصالات التي جرت في القاهرة بين العدوان الأخير بتهدئة الأمور حتى وإن كان هناك مسيرة الإعلام. ولكن الآن الكرة في الجانب الإسرائيلي والتصريحات في نقطة إلى التصريحات التي تحدث فيها نتنياهو واضحة، واضح بأن هناك حالة من الضعف يريد أن يفرغ
حالة الكبت التي عناها الداخل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في العدوان الأخير ما تلقته من خلال هذه التصريحات. نعم. طب بحديثك عن نتنياهو أريد أن أنتقل بهذه النقطة نتنياهو لسيد أوليفيا. سيد أوليفيا البعض قرأ ما يحصل بالأخص من نتنياهو بأنه بالفعل يحاول تصدير أزمته على شكل طرد يتمثل في أزمة يفتعلها مع الفلسطينيين في القدس، وذلك لأنه رأى أن شعبيته ازدادت وفق استطلاعات الرأي الأخيرة بعد جولة التصعيد في غزة، ولذلك هو يعتقد أن الاستمرار في ذات النهج في يوم الخميس سوف يزيد من شعبيته أكثر فأكثر. ما ردك؟ تري اني مود مخبد اتخا بس انا احترمك ولكن هذا التقدير الذي اشرت اليه ليس جادا. انا اذكر ان من قصف اسرائيل من غزه هو ليس نتنياهو، الجهاد الاسلامي قصف اسرائيل بمئات القذائف، وانا اتحدث حتى قبل عمليه الاغتيال الاسرائيليه التي جادت ردا. نحن لا نعتقد ان الجهاد يتناغم معنا ويعمل معنا. المشكله ان اعتبارات حماس وتحديدا الجهاد الاسلامي وايضا الضيف الذي يتحدث الهراء من رام الله هم سبب الرد الاسرائيلي. نحن نرد حينما يتم المس بنا او تهديدنا، وهذا ليس جديد. انا كنت أتوقع من الحكماء في الطرف الآخر أن يفهموا أن إسرائيل ليس جسم صغير يهاب كالطفل الصغير من التهديدات. نحن نعتقد لا نرد دائما على الفور ولكننا نرد. أنا أعود وأكرر، القدس عاصمة إسرائيل الموحدة بعد انتصارنا عام 67 على دول اعتقدت أنها قادرة على تدميرنا. هذه الدول لم تنجح، كانت هناك تهديدات، ستبقى تهديدات، سنقوى. ونحن بالمناسبة في القدس يوجد مسلمون ومسيحيون ويهود، ونحن نريد أن يصلي الجميع وأن يعيش الجميع بسلام في المدينة، ولكن هناك سيادة واحدة إسرائيلية، هناك علم واحد إسرائيلي، ونحن سنحتفل في هذا اليوم. من يريد التشويش علينا وأمل أن لا يحصل ذلك، نحن لا نريد أن يتم التشويش علينا، ولكن من سيشوش علينا ويخطط لاستخدام العنف سيدفع ثمنا باهظا، وأنا لا أقدر أن يحدث ذلك، لأن الجولة الأخيرة هي خير دليل على أن من اعتقد أننا نحن في وضع غير مستقر داخلي، وضع حساس وأزمة سياسية، أخطأ. والدليل أن المخربون الستة الذين اعتقدوهم نيام أنهم سالمون اغتيلوا الواحد تلو الآخر. سيد زيد، أريد أن أعود إلى مقولة أو طلب الرئيس حمونة. ممن يطالب هذا الطلب؟ على ما يراهن الفلسطيني بغض النظر سواء كانت السلطة فتح أم حماس. قناتنا أجرت مقابلة مع السفير الأمريكي توماس نايدز في إسرائيل، والذي كأنه يتوقع ما سوف يحدث، وقال من الآن نحن مع إسرائيل ولها الحق في الرد والدفاع عن نفسها وفق تعبيره. طيب أخي بشار، أولا لنؤكد على شيء أمام المشاهد، أنه القدس هي عاصمة دولة فلسطين الموحدة والأبدية. الأبدية وليس لنا عاصمة أخرى ولن يكون. منذ متى يسأل سيد الأبدية؟ تفضل. هذه القدس منذ متى عاصمة لأي أحد؟ ثانيا الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية هن بيطلبوا من العالم ومن المجتمع الدولي الحماية، لأنه إحنا في نهاية المطاف لا عنا دبابات ولا طيارات ولا مقلاع داود ولا قبة حديدية اللي صارت سكراب. هاي القبة الحديدية اكتشفنا في الآخر إنه ما بتنفع لشيء. ما عنا ولا عنا صواريخ ولا عنا ما عنا قدرة عسكرية مثل إسرائيل. نحن شعب أعزل في نهاية المطاف. بنقول للعالم احمونا، وهذا واجب العالم. هلأ في العالم الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا المجتمع الدولي مش كله الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف نحن فعلا نريد الحماية الدولية لأبرياءنا ولأطفالنا ولنسائنا اللي الاحتلال يستهدفهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، ولكن أيضا شعبنا الفلسطيني شعب عظيم ومليء بالمناضلين وقادر أيضا على مواجهة جرائم هذا الاحتلال وهذا التكبر
الاحتلالي سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. الشعب الفلسطيني يعرف أن القدس هي مدينته وهي عاصمته وسيستمر في النضال من أجل تحريرها. والادعاء الإسرائيلي والتغول الإسرائيلي على مدينة القدس سيأتي يوم أشكركم جميعاً. سيزول هذا الاحتلال. انتهى الوقت للأسف. انتهى الوقت سيد زيد الأيوبي المحلل السياسي من رام الله. على الأقل وقال هنا الأمور الأكثر تطرفا يمكن لفلسطيني أن يقولها. نعم للأسف انتهى الوقت. أساسي الناصر المحلل السياسي من غزة وزيد الأيوبي وضبط أشتياق الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لكم جميعا. فاصل ونعود.